عبر رفح البري بعد 70 يوما من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. من الجانب الفلسطيني تظهر آثار القصف الإسرائيلي، وداخل المعبر ينتظر العشرات لإنهاء إجراءات الخروج. وعلى الجانب المصري تدخل المساعدات الغذائية والطبية وشاحنات الوقود، وتخرج سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية. عالقون من أطفال ونساء وشيوخ رووا تفاصيل الوضع المأساوي داخل القطاع. الأوضاع لا كهرباء، لا مية، لا طعام، لا شراب، الناس تعبانة جدا جدا جدا. الشعب جوعان، ما فيش حاجات، الوضع مأساوي هناك. احنا جايين من هناك عشان الوضع احنا يعني، والحرب هناك بتخوف قوي يعني، أطفال كتير راحوا، الوضع مأساوي بجد. وعلى الرغم من طول مدة الحرب وفشل الهدن الإنسانية ونزوح الكثير من السكان إلى جنوبي القطاع قرب الحدود المصرية، إلا أن أغلب الفلسطينيين يرفضون مغادرة مناطقهم. اللي بده يطلع بده يطلع من الخوف بس. لكن الناس رفضوا. رفض قصة التهجير القسري هذا، الكل رفضها يعني. فيش مفر يعني، كل أهل غزة طبعا بيحبوها زي ما كل الناس بتحب وطنها. بس هي ظروف الحرب يمكن دفعت البعض اللي تهدد أو اتقصف بيته أو أي حاجة يعني من هيك، دفعت أنه يطلع برا بس. سكان شمالي سيناء مستمرون في المتابعة بقلق لمجريات الحرب. الحديث لا يتوقف عن خطط التهجير القسري للفلسطينيين لسيناء. الإسرائيليين لو طلعوهم من بلادهم مش هيرجعوهم تاني. ما حدش بيسيب بلدهم، معروفة ما حدش بيسيب بلد، لو إيه لو هيموت حتى برضه ما حدش بيسيب بلد. استمرار التصريحات الدولية الرافضة للتهجير تتزامن مع تصريحات متكررة من المسؤولين المصريين برفض هذه الخطط واعتبارها خطاً أحمر. أعتقد أنه يعني مزيد من صمود الناس في الداخل ومزيد من الجهد المصري لمنع العقاب الجماعي على الفلسطينيين، وخاصة العمل العسكري الذي العدواني الذي يمكن أن يطالهم، يمكن أن نتفادى هذه الهجرة القسرية التي تهدد الأمن القومي المصري كما تهدد وجود الفلسطينيين وقضيته. تستمر المساعدات في المرور من مصر إلى غزة، ويستمر استقبال المصابين والعالقين من المصريين وحملة الجنسيات المزدوجة، وتبقى الآمال معقودة على إمكانية تجديد للهدن الإنسانية، لتبقى الأنظار متجهة دائما لهذا المعبر الذي يعد الملاذ الوحيد للفلسطينيين العالقين داخل القطاع المنكوب. أحمد عثمان، الحدث من معبر رفح البري، محافظة شمال سيناء.